امك رضاها لاختك نتزوج لك باختك عام ونردها لك وفات الكونطرا كريم من عندك محل هذا بلا كونطرا دو والبقر فارح ما بقى الراجل يهضر ما بقات المراه تحشم ما بقات الدريه ما شو عاد تيك توك اش دايرين كلنا شفنا ديك الفضيحه وديك الشوهه ديال الزواج بعقد الكونطرا يعني كنا كنعرفوا ان الزواج كيكون عقد اللي كيكون بين الطرفين التراضي دابا بغاو يوليو يديروا هذا الزواج هذا بالكونطرا على سبيل المثال مثلا الزواج يكون فيه عام الكونطرا تكون فيها عام او عامين أولا 3 سنين أولا 6 شهور يعني داكشي على حسب الاتفاق بين الطرفين كلشي كيقول بأن الهضره غير إشاعة ولكن راهم كيمهدوا لهذا الشيء هذا باش يكون مستقبلا والدليل غادي نشوفوه قدام عينينا. نعطيكم واحد المثال حي لواحد البنت اللي عندها 17 عام اللي دارت فعلا الزواج بالكونطرا. خليكم مع التصريحات ديال البنت. العقد مغربي ما بغاش قال لك غادي ندير معاك الكونطرا كتبها با وبا حط فيها جوج المليون بحال با كيسال با جوج المليون يعني لا ضحك عليا ولا شي حاجه يعطوني ديك جوج المليون ونمشي فحال زعما اللي بغاو يوصلوا لينا هو ان هذا الزواج هذا اللي كان بين هذه البنت وبين داك السيد اللي كدوي عليه يعني بيناتهم داك العقد ديال الكونطرا يعني في حاله ما الا تخلى عليها تدي هي ديك جوج ديال المليون اللي دايرين عليها اتفاق في ديك الكونطرا يعني ديك السيده يعني دايره داك الزواج ديال الكونطرا وبيعها راسها بداك المبلغ ديال 20,000 درهم. هادشي دابا اللي غيبقاو يديروا مستقبلا بغاو يردوا ديك القضيه ديال العلاقات الرضائيه يردوها بواحد الطريقه اخرى ويجيبوها لنا بواحد المنهج اخر اللي هو زواج الكونطرا او لا غير من الاحسن نسميوه زواج المتعه باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا. اشكال ما فيه هو ان هاد الاخت هذه اللي كدوي دابا يعني حتى الا جيتي تلومها غادي تلقى عندها غير 17 سنه يعني مازال ما نرجعوا مازال ما وصل حتى السن ديال الزواج اللي هو 18 سنه. والمشكل الاكبر في الوالدين ديالها. المشكل فين كاين هو ان كاينين بعض الوالدين كنقول بين قوسين بعض الوالدين كيشوفوا الفلوس كيشوفوا شي الماديات الى ما غير ذلك داك الراجل لاباس عليه الى ما غير ذلك كينساو الاساسيات وكينساو شنو قال لنا الدين وكينساو ان بنتهم غيعطيوها لواحد السيد اللي ما عارفينو شكون هو ويعني شنو باغي وشنو فين باغي يوصل بهذاك الزواج الى ما غير ذلك واش ناوي انه يتزوج على سن نجي الله ورسوله او لا باغي انه يدير زواج المتعه بواحد الطريقه اللي غادي يبين لهم هما الطمع وغادي يبين لهم الفلوس ويدير كونطرا الى ما غير ذلك بعد ما يسال هو ديك الشهوه ديالو غادي يمشي بحالو يعني داك المبلغ اللي عطاهم هو بالنسبه له لا شيء. وشكون اللي غادي يضيع؟ غادي تضيع ديك البنت وديك الوالدين اللي غادي يبداو يلوموا في راسهم من بعد ما يكتشفوا هاد الشيء هذا. باش نكونوا واضحين ان هذا الزواج هذا ديال الكونطرا ما خدامناش حنا كاع نهائيا وما عنده حتى شي علاقه بالدين ديالنا الاسلامي وما عنده حتى شي علاقه بالاصول ديالنا كمغاربه كدوله اسلاميه حنا كشعب اللي محافظ الى ما غير ذلك. لنفترض اننا درنا واحد الزواج بعقد ديال سنتين مثلا وفي السنه الثانيه ديك المراه حملات من داك الراجل اللي دايرين داك الزواج ديال الكونطرا هذاك الولد شنو غادي نديروا؟ واش غادي نجددوا عليه العقد ديال الكونطرا اولا غادي نديروا له جوا كونطرا نحضيوه عام عام ولا شنو غادي نديروا في هذه المساله هذه؟ واش كاينه شي كاين شي جواب على هذه المساله؟ وفي نظركم شنو يعني المذاهب الدينيه كتقول في هذه المسائل هذه؟ واش هذا الشيء هذا حلال او لا حرام او لا حتى هما غادي نبقاو نغطيو الشمس بالغربال كيف ما كنقولوا؟ هل الزواج بتحديد المدة حرام شرعا أم له بعض النصوص حلال؟ لا طبعا، الزواج على التأبيد مش على التأقيت، أهل السنة لا يفعلون ذلك ويكون حراما علينا لو أجي بعدا نشوفوا شكون هذا المسخوطة ولا هذا المسخوط الوالدين اللي خلى العرب كاملين يفكروا في هذا الزواج ديال الكونطرا ويوليو يهضروا عليه ويوليو يديروه يعني كبديل أساسي للعلاقات الرضائية. نتجوز شوية ونتطلق يعني كده نعمل عقد بيتجدد كل 3 سنين مع رضاء الطرفين أو كل 5 سنين نعمل عقد جواز ويتجدد. عايزين يجددوا يجددوا مش عايزين يجددوا خلاص عايزين يجددوا يجددوا. هاد السيده الاخوان سميتها ميث حمدان نص ديالها اردني ونص ديالها اخر مصري عندها 42 سنه ومازال ما زوجاش كتسنى في شي كونطرا اللي تكون مزيانه بواحد الثمن مناسب وبواحد الاغراقات الى ما غير ذلك باش انها تزوج. حنا الحمد لله في هاد البلاد السعيده وفي المغرب يعني ما عندناش بحال هاد النماذج هذا. اجي تشوفوا هادوك الراقصات وهادوك الناس اللي عندنا حتى هما في السوشيال ميديا كيبانوا كيعطيو حتى هما النصائح شنو كيقولوا في هذه المساله ديال الزواج عبر الكونطرا. جربوا عام عامين سلكت وبقات الامور غدا هي هذيك مزيان ما سلكتش صافي داك الشيء كالمومون بلا قوه الهضره اصلا كاينه لا فان دان كونطرا رشقات لينا نجددوه ما رشقاتش لينا الله يعاون.
داكشي كان مومون زعما، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ستريس فهاد الشيء، شي حاجه اللي حساسه، شي حاجه اللي مخالفه للدين والقانون والشريعه الاسلاميه الى ما غير ذلك. يعني كدوي بواحد الطريقه قال مومو. نقدم لكم عدد الانسه، هذه هي واحد الانسه، واحد الفنانه مغربيه اللي غنيه عن التعريف، واحد الفنانه اللي حرات الصحراء في المسيره الخضراء، راقصه، هي غير راقصه زعما، ماشي شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نعلت الله عليك وعلى الناس اللي كيدعموك وكيشجعوك وكيايدوك في الافكار والاراء ديالك. دار واحد لايف وكدوي على هذه المساله، وهي تقول لها شي اخت في التعاليق وفين خليتي الدين، شوفوا باش غادي تجاوبها. فين خليتيه وانت فين خليتيه؟ دين بالك في هذه في التحرميه او داش قربك للدين؟ لا انت ولا هذيك اللي حتى هي يعني كتفرج فيك وكتعطيك حتى هي يعني كتفكرك في الدين، اش قربكم ليه؟ خليو الدين لمواليه وانتم سيروا ديروا داكشي اللي كديروا بالستره، ما شافكم حتى شي واحد، باش حتى الا بغيتوا انكم تتوبوا وترجعوا للطريق الصحيحه تلقاو باب التوبه مفتوح ليكم في اي وقت، ماشي انكم ديروا واحد الجال اللي كبيره وتحاولوا ما امكن انكم تديو معكم ناس اخرين اللي ما فاهمين وما عارفين والو كيتبعوكم، وفي نهايه المطاف انتم تعيشوا حياتكم بالطريقه اللي بغيتوها وتخليو الناس غالطين وكيديروا شي حوايج اللي لا اساس لها، لا في الشريعه ديالنا ولا في الدين ديالنا ولا في الاصل ديالنا ولا حتى في الاصول المغربيه ديالنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من هاد النماذج اللي ولاو معروفين وغنيين على التعريف في الساحه الفنيه ولا في الساحه ديال السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي ولاو الناس كيشاهدوهم وكيتبعوهم بكثره. دابا الاشكال هو انكم خصكم تعرفوا علاش هاد السيده هذه يعني متفقه مع الزواج ديال الكونترا ومؤيده هاد الفكره وكتشجع الناس باش انه يكون الزواج ديال الكونترا، لان هي بالنسبه لها العلاقات الرضائيه يعني ما كايناش هنا في هاد البلاد، والا تشديتي مثلا في شي دار البوليس الى ما غير ذلك، الجيران غيبركوا بك الى ما غير ذلك، كاين بزاف ديال الصداع. لذلك هي كدوي على الزواج الكونترا وهما باغيين يديروا هاد الزواج الكونترا بديل العلاقات الرضائيه، يعني قال له فين هي ودي؟ قال له هي زعما غادي يوليو دوك العلاقات الرضائيه غادي يحللوهم بالنسبه لهم هما قانونيا ماشي شرعا، قانونيا باش ما يبقاوش يعني الا تشدوا في شي فيلا اولا في شي دار اولا في شي تشد شي واحد مع شي وحده، يعني يكون داكشي قانوني بالكونترا، ما يكونوش علاقات اللي هما غير رضائيه. هادشي علاش هما كيفكروا كيايدوا هاد الفكره ديال الزواج عبر الكونترا. اكيد هاد الناس هادو هذا هو المنهج والمبتغى ديالهم فين باغيين يوصلوا. فواحد البلاد شديتي في شي بارطماتي وزهرك اش غادي يوقع لك؟ قانون لا يسمح لك بالحريه بور دو فري. نتجوجو عام نشوفو لا سي موا ولا شوف عام عامين رونوفلابل ياك حلال. بما ان هاد الاخت هادي يعني بغات ان زواج الكونترا يكون باش ان ما يبقاش ديك القضيه ديال العلاقات الرضائيه الى ما غير ذلك، البوليس الجيران بركو بيك يعني تمشي يعني 6 شهور الى ما غير ذلك، هادشي كامل حاولوا حنا ما امكن اننا نعيطوا للوزير العدل باش انه يحلل لهم هاد العلاقات الرضائيه ويخليهم هما يديروا ما بغاو، هادشي اللي بغاو يوصلوا ليه. خليونا نشوفوا بعض الاراء ديال المغاربه الحرار كيف ما كنقولوا، نبعدوا على هاد النماذج اللي ولاو مطليين بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي وكيحاولوا ما امكن انهم يخرجوا الناس على الطريق وينساو الناس الاصول والقيم الاسلاميه والدينيه ديالهم. رضاها لامك، رضاها لاختك، نتزوج لك باختك عام ونردها لك وفات الكونترا، كارين من عندك محل، هذا الزواج، هذه امه، هذا الموضوع هذا اقسم بالله الا تشتيت الام لا كونترا دو والبقر سارح، ما بقى الراجل يهضر، ما بقات المراه تحشم، ما بقات الدريه، ما شو على التيك توك. تحيه لهذا الراجل، هذا المواطن الاصيل المغربي الحر كيف ما كنقولوا، اللي كيحافظ على القيم الدينيه والاسلاميه ديالو والاصول المغربيه ديالو كيف ما كنقولوا، اللي جاوبنا بواحد الطريقه مقنعه، ماشي بحال دوك الناس اللي خايفين ما امكن انهم شي نهار يحصلوا في الدار ويجيو البوليس ويهزوهم والشيوها والحبس والغرامه الى ما غير ذلك. يعني هذا هو الجواب المقنع على هذا الموضوع. هذا كان صراحه هذا الموضوع شيق مع الحديث على هذا الموضوع، بالرغم من ان سخافه الموضوع يعني كبيره وكبيره بزاف وما يستاهلش اننا نديروا عليه ضجه كبيره، ولكن الجواب ضروري ما يكون على هاد الناس اللي كيحاولوا ما امكن انهم يلعبوا على عقول البعض اللي ما كيكونوش فاهمين وعارفين بزاف هاد المسائل هادو. تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.